بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب صف الثالث ثانوي، أهلا وسهلا بكم مع إحدى حلقات علم النفس والاجتماع. كما عودناكم في نفس الميعاد من كل أسبوع بنتقابل مع بعض علشان خاطر نستكمل شرح ومراجعة أجزاء علم النفس والاجتماع، وإن شاء الله النهاردة مكملين معاكم. وفي آخر مرة توقفنا كنا اتكلمنا عن الثقافة من منظور علم الاجتماع، اتكلمنا عن ثقافة العمل التطوعي ثم ثقافة العمل الحر. النهاردة مكملين مع بعض وقلنا قبل ما نبدأ شيء جديد ناخد مراجعة على الوحدة التانية. فالنهاردة بإذن الله نتكلم على مراجعة على الوحدة التانية، والوحدة التانية كانت بتتضمن أربع موضوعات زي ما أنتوا عارفين. الوحدة التانية كانت بتتكلم عن النظرية علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى، ثقافة من منظور علم الاجتماع، ثقافة العمل التطوعي، وثقافة العمل الحر. إن شاء الله بعد ما ننتهي من مراجعة النهاردة ومجموعة الأسئلة اللي احنا محضرينها هتكون حضرتك قادر تقدر تفهم يعني إيه تطوع، تناقش علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى، تقارن بين الرؤى المتعلقة بالثقافة، تستنتج عناصر الثقافة من منظور علم الاجتماع، تستخلص أشكال العمل التطوعي، تحلل أنواع المشاركة كمان في العمل التطوعي، ثم تبدي رأيك في متطلبات العمل الحر وأخبار العمل الحر إيه. نبدأ مع بعض كده ونعرف إن الوحدة التانية زي ما قلنا من شوية كانت بتتكلم عن أربع موضوعات، أولها علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى. وعرفنا في علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى كان علم الاجتماع شرحنا ليه علاقة بالعلوم الأخرى في ست علاقات، سواء كان في الفلسفة أو في الانثروبولوجيا أو في علم النفس أو في علم التاريخ أو في السياسة أو في الاقتصاد. ورحنا على الفصل الثاني وهو الثقافة من منظور علم الاجتماع، فاتكلمنا عن مفهوم الثقافة والرؤى الثلاثة اللي بتتعلق بالثقافة، سواء كانت الثقافة كمعرفة أو بناء من المفاهيم اللي بيفهم بيها الأشخاص العالم، أو الثقافة كبناء من المفاهيم المترابطة اللي تتفق مع الأنشطة اللي الأشخاص بيقوموا بيها. اتكلمنا عن خصائص الثقافة وكان خمس خصائص للثقافة، عناصر الثقافة الثلاثة العموميات والخصوصيات والمتغيرات البديلة. اتكلمنا عن أشكال الثقافة واتكلمنا عن وظيفة الثقافة. انتقلنا إلى فصل ثالث بعد كده وهو ثقافة العمل التطوعي، اللي اتكلمنا يعني ايه مفهوم تطوع، سواء عرفنا شخص او عالم اسمه طاغور وروذيريون، اتكلمنا عن قيمة العمل التطوعي في خمس نقاط، اتكلمنا عن اشكال العمل التطوعي سواء كان سلوك تطوعي او فعل تطوعي، اتكلمنا عن انواع المشاركة في العمل التطوعي سواء كانت معنوية او مالية او عضوية، اتكلمنا النماذج للعمل التطوعي سواء داخل أو خارج المدرسة وبعض آليات التحفيز كانت نهاية هذا الفصل، ثم ثقافة العمل الحر. اتكلمنا في ثقافة العمل الحر عن تعريف العمل الحر، بيئة العمل الحر والفرص اللي بتوفرها البيئة بالنسبة للفرد والقيم الثقافية اللي بتؤثر بشكل أساسي على سلوك العمل الحر. اتكلمنا عن متطلبات العمل الحر سواء كان في التخطيط أو الأداء. اتكلمنا عن مزايا ومميزات العمل الحر. ده كان كل اللي موجود عندنا في الوحدة التانية. طيب تعالوا نشوف مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول بيقول أن تعطي مما تملك فأنت تعطي القليل، أما أن تهب نفسك فهذا قمة العطاء. تشير تلك المقولة لأحد أنواع المشاركة في العمل التطوعي، وهي مشاركة عضوية، وجدانية، مادية، عينية. يبقى السؤال كان بيقول أن تعطي مما تملك فأنت تعطي القليل، أما أن تهب نفسك فهذا قمة العطاء. لو مشيت مع السؤال هلاقي بيقول لي لما هتدي حاجات يبقى أنت بتعطي قليل. بتهب مال مثلا، بتهب مثلا بعض الأشياء اللي تنفع الغير، لكن باقي الجملة بتقول لي أما أن تهب نفسك، وده معناه القيام بالتطوع بنفسك مش بما تملك، لا قمة العطاء. إذا هذه الجزئية تشير إلى المشاركة في العمل التطوعي وهي المشاركة، أيوة بالظبط كده، العضوية.
وقلنا في المشاركة في العمل التطوعي في المشاركة العضوية إن الفرد يكون عضو فعال في الأعمال التطوعية، يعني بيروح يعمل كارنيه ويدخل في أي مؤسسة من المؤسسات الخيرية أو ينتسب إليها، وده معناه إن هو هيبذل جهد وهيضحي بوقته وهيكون عنده تفكير جيد وهيحاول بقدر الإمكان القيام بخدمة المجتمع اللي هو بيعيش فيه. يبقى ده كان السؤال الأول اللي كان بيتكلم عن المشاركة في العمل التطوعي. سؤال رقم 2، ليس الجود أن تعطيني ما أنا أشد منك الحاجة إليه، بل الجود أن تعطيني ما أنت أشد إليها حاجة مني. مش الجود والكرم منك إن أنت تديني الشيء اللي أنا بحتاج له، لا ده كمان الجود أكتر إن أنت تديني ما أنت أشد إليه حاجة مني. ده زي ما كده في القرآن بنتكلم على الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. فده المقصود بالإيثار، إن أنت تعطي الآخر شيء هو محتاجه، بل كمان أنت محتاجه أكتر، لكن تؤثر نفسك عليه وتؤثره، آسف، على نفسك وبتديله الحاجة ديت. تبين تلك الفكرة لقيمة العمل التطوعي من حيث كونه ترسيخ قيم محورية في المجتمع. الحد من المشكلات المجتمعية، دور النظم الاجتماعية في نشر ثقافة التطوع، حماية الشباب من الوقوع في المخاطر. الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها تتماشى مع أي من البدائل الأربع اللي موجودين قصادنا. هل دي بترسخ قيم محورية؟ أو بتقلل وتحد من المشكلات المجتمعية؟ أو بتعرفنا دور النظم في نشر ثقافة التطوع؟ ولا بتحمي الشباب من الوقوع في المخاطر؟ أنا عارف في طريقة كتيرة جدا بيتخذها الطلبة في بعض الأحيان، ألا وهي عملية الاستبعاد. ولو حضرتك ركزت في الجملة وضعت قصادك العمل التطوعي وقيمة العمل التطوعي داخل المجتمع، هتلاقي إن الفكرة اللي موجودة قصادنا دايما بتتجه إلى صح رقم واحد أو ألف، ترسيخ قيم محورية في المجتمع. وهنا يا جماعة بنرسخ بعض القيم اللي موجودة، زي ما كنا بنقول في قيمة العمل التطوعي، في العطاء، العمل غير الهادف للربح، الانتماء والولاء، كل ده لصالح المجتمع. وهنا هيصبح الجود والكرم من الفرد أن يعطي الآخرين ما يحتاجونه وهو في نفس الوقت يحتاج إليه، هم شايفين إن هم أكثر احتياجا فبيعطيهم هذه الحاجة. سؤال رقم 3، تقدم فريق الكشافة المدرسية بطلب الحصول على أشكال الأشجار التي توفرها المؤسسات التي تحافظ على البيئة كخطوة صديقة للبيئة، وشتلها في عدة أماكن لتثبيت التربة ومنع تآكلها وتوفير ظل للمارة داخل مجتمعهم التعليمي. يعكس الموقف السابق أحد نماذج العمل التطوعي في المجتمع المدرسي، القومي، الإقليمي، المحلي. بداية، هو السؤال واضح جدا ومباشر كمان. كشافة المدرسية حبت تحصل على أشكال الأشجار، لحد كده مفيش أي مشكلة إن الكشافة تطلب وما نقدرش نقول إجابة، لكن لما نكمل اللي بتوفرها المؤسسات اللي تحافظ على البيئة كخطوة صديقة للبيئة، أيوة، هتودوا فين الأشكال دي؟ هتودوا فين البذرة الصغيرة اللي انتوا هتجيبوها عشان تعملوا بيها أشجار؟ شتلها في عدة أماكن لتثبيت التربة ومنع تآكلها وتوفير الظل للمارة داخل مجتمعهم التعليمي. يبقى هو لما وصل معايا وقال لي داخل مجتمعهم التعليمي، أقول له حضرتك بتتكلم عن نموذج العمل التطوعي في المدرسة. طبعا في المجتمع المدرسي قبل كده الكشافة المدرسية، مش شرط كلمة الكشافة المدرسية يبقى الإجابة هتروح على المجتمع المدرسي، لأن ممكن كان قال لي توفير الظل للمارة داخل مجتمعهم أو داخل المجتمع الذي يعيشون فيه. فداخل المجتمع اللي بيعيشوا فيه بصفة عامة يبقى بيتكلم على المجتمع المحلي، لكن هنا بيكلمني على إن أنا هثبت التربة وأمنع تآكلها وأوفر الظل داخل المجتمع التعليمي، داخل المؤسسات التعليمية، ولذلك ده أحد نماذج العمل التطوعي داخل المجتمع المدرسي.
يقول فيصل محمود إن التطوع يزيد من اهتمام المتطوع بأهداف اجتماعية توجه طاقاته بعيدا عن الانحراف، ويكتسب خبرات حياتية تساعد على تكامل شخصيته وتطورها. نستخلص من القول السابق إحدى قيم العمل التطوعي، وهي أنها تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ترسخ القيم المحورية في المجتمع، توضح دور النظم الاجتماعية، تساعد في مواجهة مشكلات الشباب. نقول السؤال تاني، يقول فيصل محمود إن التطوع، ماله التطوع؟ بيزيد من اهتمام المتطوع بأهداف اجتماعية. طول ما أنا شخص متطوع هتزيد الأهداف الاجتماعية بتاعتي داخل المجتمع. هذه الأهداف الاجتماعية توجه طاقاته بعيدًا عن الانحراف، يبقى بتساعدني إن أنا أبتعد عن إن أنا أكون في مكان غير جيد، إن أنا مش هكون داخل منظومة الانحراف وأبتعد عن أصدقاء السوء. ويكتسب خبرات حياتية، ده كمان هاخد بعض الخبرات الكويسة تساعد على تكامل شخصيته وتطورها، بتزيد من شخصيتي وتطور من شخصيتي وتزيد من خبراتي الحياتية. أي من البدائل الأربعة اللي بتتكلم عن قيم العمل التطوعي يسير معها قول السابق بتاع فيصل محمود. هل هي تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع؟ ولا ترسخ قيم محورية في المجتمع؟ ولا توضح دور النظم؟ ولا تساعد في مواجهة مشكلات الشباب؟ أظن بعد توضيح السؤال وضحت إن الإجابة تساعد في مواجهة مشكلات الشباب، لأني طول ما أنا شخص متطوع هتزيد اهتماماتي بأهداف المجتمع، وهفكر كويس جدا في المجتمع، وطاقاتي كلها تتجه نحو المجتمع، تبتعد بالتأكيد عن الانحراف. أي بعد كده صندوق السعادة، أسلوب تربوي يستخدمه بعض المعلمين لغرس قيمة الوفاء بين طلابه، حيث يضع الطالب جزءا من مصروفه فيه، ويتم فتح الصندوق في مناسبة عيد الأسرة كل عام لشراء الهدايا وتقديمها لمؤسسات كبار السن. يمثل الموقف السابق أحد أساليب المشاركة الاجتماعية، وهي المشاركة المعنوية المالية الافتراضية العضوية. ده أسلوب تربوي استخدمه بعض المعلمين لغرس قيمة الوفاء بين طلابه، يضع الطالب جزء من مصروفه فيه، بيتم فتحه في مناسبة زي عيد الأسرة عشان نشتري هدايا نقدمها لمؤسسات كبار السن. الموقف السابق أحد أساليب المشاركة في الأعمال التطوعية. مشاركة، هل هي مشاركة معنوية ولا مالية ولا عضوية؟ لأن طبعا انتوا عارفين ما عندناش مشاركة افتراضية. واحدة من الثلاثة، كده انا بشارك ازاي؟ بالتأكيد المشاركة المالية. وطبعا انتوا عارفين ان المشاركة الثلاثة معنوية، ده معناه ان انا بعمل دعم معنوي للمشروع، سواء بالتشجيع او بدافع عنه او بعرف الناس عنه في اماكن كبيرة واماكن عامة، أو بساعدهم بشكل أو بآخر، وده بيعتبر نوع من أنواع الدعاية غير المباشرة. بساهم، بعرف الناس بيهم، بحاول أخلي الناس تساعدهم. ممكن يكون دعوتي للمجموعة بتاعة العمل التطوعي تزيد من الأفراد اللي موجودة، وتزيد من بعض التبرعات اللي تساهم معاهم في إنجاز إنشاءاتهم اللي بيقوموا بيها، أو تحقيق أهدافهم اللي بيقوموا بيها. فمن ضمن هذا السؤال الجانب برضو المشاركة المالية، تدعم المشروع الخيري بالمال، لأن مش ممكن يقوم أي مشروع خيري أو أي عمل تطوعي بدون مال. أقل واجب ممكن إن لو قامت مجموعة من الشباب في ثانوية عامة أو في الجامعة بعمل حملات نظافة في منطقة ما، أو تشجير أو عملية دهن البلدورات، كل ده هيحتاج إلى بعض الأشياء، يعني بعض الأدوات اللي يستخدموها، سواء كان في تزيين الشوارع اللي موجودة أو التشجير أو غيره، كل ده بيحتاج إلى جانب مادي، يبقى لازم تكون في مشاركة مالية. أما المشاركة العضوية فقلنا من شوية إن أنت تدخل في أحد المؤسسات الخيرية وتبذل الوقت والجهد وغيره. سؤال وقف الوقت، أسلوب تربوي يستخدمه بعض الآباء لغرس قيم المشاركة والإيثار في نفوس أبنائهم بالاتفاق مع أحد الجمعيات الخيرية.
يتم بموجبه اشتراك الأطفال بالدوام 4 ساعات أسبوعيا في مقر الجمعية للمشاركة في بعض أنشطتها وخدماتها. الآباء عشان يغرسوا قيم المشاركة والإثار في نفوس أبنائهم جابوا حاجة اسمها أو وتوصلوا إلى أسلوب اسمه وقف الوقف. اتفقوا معهد الجمعيات الخيرية أبنائهم بيشتركوا معاهم في هذا الدوام 4 ساعات أسبوعيا، يعني مثلا ساعتين وساعتين مرتين أو ساعة في 4 أيام في مقر الجمعية للمشاركة في الأنشطة والخدمات. بنستخلص من الموقف الحياتي السابق أحد المشاركات في العمل التطوعي، وهو المشاركة عضوية، معنوية، مادية، مالية. وطبعا أنا لما هقرأ كويس جدا السؤال هلاقي إن الإجابة بتقول لي لازم تكون عضوية. ليه؟ لأني أصلا هيشترك في الجمعية الخيرية وهيبقى موجود في مقر الجمعية 4 ساعات في الأسبوع، وده معناه إن هو هيساعدهم من خلال الجوانب العضوية، لأنه هو هنا هينتسب للمؤسسة ديت وهيبذل الوقت والجهد وهيبقى عنده شحذ همة من أجل خدمة المجتمع. يقول فيصل محمود إن التطوع يساعد على تماسك المجتمع من خلال تخفيض المشكلات الاجتماعية اللي تواجه المجتمع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة رضا الناس وإشباع حاجاتهم، وينعكس ذلك على تكامل المجتمع وتماسكه. نستخلص من القول السابق إحدى قيم العمل التطوعي، وهي أنها توضح دور النظم الاجتماعية، ترسخ القيم المحورية في المجتمع، ترسخ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع. فيصل محمود بيؤكد أو بيقول إن التطوع بيعمل على تماسك المجتمع. طب تماسك المجتمع ازاي؟ بيخفض المشكلات الاجتماعيه اللي بتواجه المجتمع المحلي، وده هيؤدي الى زياده رضا الناس. الناس هتبقى مبسوطه، الناس هتبقى مرتاحه، تشبع احتياجاتهم، ده هينعكس على المجتمع وهيؤدي الى تماسكه. نستخلص من القول السابق احدى قيم العمل التطوعي، وهي ان قيم العمل التطوعي هل توضح دور النظم، ولا ترسخ قيم، ولا ترسخ مصلحة عامة على خاصة، ولا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع؟ أيوة مظبوط كده، هي تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع، لأنها تخفض المشكلات وهتزيد رضا الناس وإشباع حاجاتهم. السؤال اللي بعد كده بيقول تؤكد لدست أن إحدى العلوم الاجتماعية يهتم بالإدارة العامة وكيفية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، في حين يهتم علم آخر من العلوم الاجتماعية بالبيروقراطية والضغوط المتصلة بها. يعكس هذا القول العلاقة بين علمين من العلوم الاجتماعية، وهما علم الاجتماع والتاريخ، علم الاجتماع وعلم النفس، علم الاجتماع وعلم السياسة، علم الاجتماع وعلم الاقتصاد. إحدى العلوم الاجتماعية يهتم بالإدارة العامة وكيفية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية. يبقى هو هنا بيكلمني لما هقرأ في حين يهتم علم آخر من العلوم بالبيروقراطية، هو بيهتم بالضغوط المتصلة بها، أوتوماتيك هروح على علم الاجتماع مع علم السياسة. طبعا لما خدنا علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى عرفنا مثلا إن علم السياسة عنده مبحثين أساسيين، النظرية السياسية والإدارة الحكومية، والاثنين بيرتبطوا ببرامج النظرية السياسية وبرامج الإدارة، لأن بكل بساطة برامج النظرية السياسية بتتناول أو بتناقش الآراء السياسية المتعلقة بالحكومة، أما الإدارة فبتدي الدارس وصف لبناء الهيئات الحكومية وظائف الهيئات الحكومية. ولذلك الفرق ما بين الاثنين إن علم السياسة دايما بيهتم بدراسة القوة في التنظيمات الرسمية والعمليات اللي بتحدث داخل الحكومة، لكن علم الاجتماع بيهتم بكل جوانب المجتمع وبالعلاقات المتبادلة. طبعا خدنا علم التاريخ، قلنا اللي بيهتم بدراسة الماضي وبيتكلم على إعادة بناء التاريخ المستخدم. كلمنا طبعا عن علم الاقتصاد اللي بيتكلم عن الانتاج والتوزيع والسلع والخدمات، واحنا اتكلمنا برضو عن علم النفس اللي كان بيتكلم على دراسة الشخصية او السلوك الناتج عنها، وفهمنا ان علم الاجتماع وعلم النفس بيلتقوا عند علم النفس الاجتماعي. السؤال اللي بعده يقال
لن نستطيع أن نفهم الحاضر دون أن نعرف الماضي. يلخص القول السابق العلاقة بين علمين من العلوم الاجتماعية، وهما علم التاريخ والاجتماع، الاقتصاد والاجتماع، الاجتماع والسياسة، الاجتماع والنفس. السؤال بيقول: لا نستطيع أن نفهم الحاضر دون أن نعرف الماضي. طالما اتكلم عن حاضر وماضي يبقى المقصود بيه هو علم التاريخ والاجتماع. ولسه قايلين حالا ان علم التاريخ دايما بينظر في الماضي بوصف هذا الماضي سباق من الاحداث، بيستخدم طبعا التفصيلات التجريبيه زي ما حصلت بالظبط، بيتكلم عن كيفيه اندلاع الحروب واشتعال الثورات وغيره. ده اللي كان بيتكلم عليه علم التاريخ. طبعا علم الاجتماع كل اللي يهمه ان يتكلم عن تكرار الحدث واسباب الاحداث اللي موجوده، لما بنيجي نقارنه مع علم التاريخ. لو رحنا على سؤال تاني، علم الاقتصاد بيتناول دائره الانتاج، لكن هناك بعض المحاور لا يستطيع ان يدرسها لوحده، زي اثر العادات الاجتماعيه في الاسعار، دور التعليم في الانتاج. أي العلوم الاجتماعية يستطيع تناول هذه المحاور دون علم الاقتصاد؟ يبقى الاقتصاد بيتناول دائرة الإنتاج، لكن في بعض محاور ما يقدرش يقوم بدراستها لوحده، لازم يكون في حد معاه علم آخر، زي أثر العادات الاجتماعية في الأسعار. هل العادات الاجتماعية تؤثر في الأسعار أو العكس؟ دور التعليم في الإنتاج. أي علم من العلوم دي ممكن يساعد علم الاقتصاد؟ هل هو السياسة، الاجتماع، التاريخ، علم النفس؟ لما نقرأ السؤال كويس هنلاقي اللي هيتكلم عن أثر العادات الاجتماعية في الأسعار والتعليم في الإنتاج، أيوة بالفعل هو علم الاجتماع، لأن علم الاجتماع هو أكثر شمولية. علم الاجتماع بيدرس الجوانب الإنسانية من المجتمع ككل، واتفقنا إن هو بيدرس المجتمع ككل في ثباته وتغيره، بيدرس الإنسان من خلال المجتمع. ورد في أحد المراجع العامة أن الثروة لا توجد إلا في مجتمع، ولا تنتج إلا عن طريق الأيدي العاملة، ولا تتناول إلا بين أفراد تربطهم علاقات متبادلة ويمثلون أوضاع اجتماعية معينة. أستخلص من القول السابق العلاقة بين علمين من العلوم، وهما علم الاقتصاد والاجتماع، الاجتماع والسياسة، الاقتصاد والنفس، الاجتماع والنفس. الثروة لا توجد إلا في مجتمع، ولا تنتج إلا عن طريق الأيدي العاملة، ولا تتناول إلا بين أفراد تربطهم علاقات متبادلة ويمثلون أوضاعاً اجتماعية معينة. اللي هنستخلصه من القول السابق العلاقة بين علمين من العلوم وهما علم، طالما راح على الثروة والثروة توجد داخل المجتمع وهي لن تنتج إلا عن طريق الأيدي العاملة، والثروة لا تتناول إلا بين أفراد تربطهم علاقات متبادلة، يبقى هو بيكلمني عن رقم واحد، الاقتصاد والاجتماع. الثروة فهمنا إن هو جوانب اقتصادية بنتكلم عليها، زي ما قلنا من شوية إن الاقتصاد بيتكلم على السلع والخدمات والإنتاج والاستهلاك، لكن لما هنيجي نتكلم عن علاقته بمين، هو بيقول إن بتنتج من الأيدي العاملة، من أفراد تربطهم علاقات اجتماعية لهم أوضاع اجتماعية معينة، يبقى بنتكلم عن نقطة رقم واحد، الاقتصاد والاجتماع. تعبر الثقافة عن أفضل تجربة اجتماعية حياتية لعدة أجيال في المجتمع، أدت إلى تراكم ثروة من المعرفة المتعددة، مما خلق إحساسا لدى أفراد المجتمع بالوجود والاندماج والتجانس داخل المجتمع. نستخلص من الفقرة السابقة إحدى وظائف الثقافة، وهي الوظيفة التنظيمية، التعليمية، التكيفية، الافتراضية. ولما اتكلمنا عن درس اسمه الثقافة من منظور علم الاجتماع، كان عندنا وظيفتين للثقافة. كانت وظيفة بتقول إن الثقافة بتوفر الاتجاهات والقيم اللي بتساعد الفرد في تكوين ضميره اللي بيتوائم بيه مع جماعته ويعيش متكيفا معها، أو ما يشعره بالولاء والانتماء واللي بيخليه يرتبط بأفراد جماعته لتميزها عن سائر المجتمعات الأخرى. ففي السؤال هنا بيقول لي
أفضل تجربة اجتماعية حقيقية لعد أجيال، أدت إلى تراكم ثروة من المعرفة في معلومات ومعارف، خلق لدى الإحساس إحساس لدى أفراد المجتمع بالوجود، بالاندماج، بالتجانس. طالما وجود واندماج وتجانس، يعني إحنا بقينا قريبين من بعض، نستطيع التعامل مع بعضنا البعض زي ما بنقول كده، ووفقا للمبادرة اللي موجودة كلنا واحد، يبقى يقصد بيها الجانب التكيفي أو الوظيفة التكيفية. سؤال كمان بيقول: تضع المجتمعات المدنية الحديثة قانون العقوبات الخاص بها لمنع القتل والسرقة والاغتصاب ومعاقبة المخالف، يمثل الموقف السابق إحدى عناصر الثقافة في المجتمع، وهي هل إحنا بنتكلم على العموميات ولا الخصوصيات ولا المتغيرات الخاصة ولا البدائل العامة؟ المجتمعات المدنية بتحط قانون عقوبات خاص عشان تمنع القتل والسرقة والاغتصاب ومعاقبة المخالف وأي حد يخرج عن القانون. الأشياء والقانون العقوبات الخاص بهذا المجتمع يمثل عمومية بالنسبة للمجتمع، خصوصية، متغيرات خاصة، بدائل عامة. بالتأكيد هو بيدل على العمومية. طب وليه بيدل على العموميات؟ لأن هذا القانون بالنسبة للعقوبات هيشمل كل أفراد المجتمع بلا استثناء، وبالتالي مفيش حد خارج عن هذا القانون. يبقى هو لم يحدث هذا القانون لفئة معينة، بل حدث لكل أفراد المجتمع. فإذا خالف أي فرد من أفراد المجتمع هذه القوانين هتكون عليه عقوبات. إذن دي بتمثل العمومية داخل المجتمع. يقول نزار قباني: هناك ثقافة واحدة هي ثقافة القوة، حين أكون قويا يحترم الناس ثقافتي، وحين أكون ضعيفا أسقط أنا وتسقط ثقافتي معي. نستخلص من القول السابق إحدى الرؤى المتعلقة بالثقافة، وهي أنها بناء من المفاهيم الأساسية للتعايش مع العالم، تراكم المعلومات عبر العصور والأزمنة، بناء من الخبرات الذاتية المتعلقة بالمهنة، مفاهيم مرتبطة بالأنشطة التي يمارسها الأفراد. نزار قباني بيقول: في ثقافة واحدة هي ثقافة القوة، لما أكون قوي الناس بتحترم ثقافتي، لما بكون ضعيف أسقط أنا وتسقط ثقافتي معي. من قول نزار قباني نقدر نتوصل إلى إحدى الرؤى التي تتعلق بالثقافة، وإحنا كان عندنا الرؤى المتعلقة بالثقافة كانت ثلاثة: الثقافة كمعرفة عبارة عن تراكم للمعلومات أو بناء من المفاهيم اللي الفرد بيفهم يقدر يفهم بيها الأشخاص العالم اللي بيعيشوا فيه، أو من المفاهيم المترابطة والتي تتوافق مع النشاط اللي الفرد بيقوم بيه. قول نزار قباني يتماشى مع بناء من المفاهيم الأساسية اللي بيفهم بيها الأشخاص العالم اللي بيعيشوا فيه اللي يقدر يتعايش مع هذا المجتمع. كمان معنا سؤال يقول عبد الوهاب المنسيري: المعرفة الإنسانية معرفة مقارنة، فنحن لا نعرف شيء في حد ذاته، بل نعرفه في علاقته بشيء يشبهه وآخر يختلف عنه. معرفتك معرفة مقارنة، احنا بنعرفش شيء في حد ذاته، احنا بنعرفه في علاقته بشيء يشبهه وآخر يختلف عنه. يجسد القول السابق أحد خصائص الثقافة، وهي أنها اجتماعية مكتسبة، إنسانية، متغيرة، متنوعة المضمون. يبقى معرفتك دائما بتقارنها بحاجات تشبهها وحاجات تختلف عنها. ولذلك يتماشى القول بتاع الدكتور عبد الوهاب المنسيري مع أن الثقافة متنوعة المضمون وبتختلف باختلاف المجتمعات. يعني لازم نقارنها بحاجة تشبهها وحاجة أخرى تختلف عنها عشان نقدر نتوصل إلى المعرفة اللي موجودة، ولذلك أطلقوا عليها أنها متنوعة المضمون. طبعا أنتوا عارفين لما جينا اتكلمنا عن الثقافة فاتكلمنا عن خصائص للثقافة خمسة: ثقافة إنسانية واجتماعية مكتسبة، والثقافة متغيرة ومتنوعة المضمون، وتحدد أسلوب الحياة. يقول علي شريعتي: الكلام الذي يكون في مكان ما صحيحا هو نفسه قد يكون باطلا في مكان آخر. مكان أو الكلام
بيكون في مكان ما صح، بيكون في مكان تاني غلط، هو هو نفس الكلام لم يتغير. ينسجم قول عالي شريعتي مع أحد خصائص الثقافة، وهي أنها تفرض على المشاركين فيها نمط من الممارسات تسير نحو الأفضل وترتبط بحجم المجتمع، تقتصر على الإنسان دون سواه، تتضمن التنوع من السلوك الذي قد يصل للتناقض أحيانا. وتعالوا نقول لبعض إن خصائص الثقافة قلنا من شوية إن هي إنسانية ومكتسبة ومتغيرة ومتنوعة المضمون وتحدد أسلوب حياة، لكن هنا حبينا نقول إن مش هنقول الخاصية باختصار، لكن هنقولها بشرح علشان خاطر حضرتك تكون فاهم كل واحدة فيهم. ولذلك قبل ما تجاوب السؤال ده لازم تاخد كل نقطة موجودة وتقول يا ترى اختصارها كان إيه؟ يعني هل هي عملية إنسانية ولا مكتسبة ولا متغيرة وفقا للأربع متغيرات أو الأربع إجابات اللي موجودة قصادك، الأربع بدائل. فلما تقول تفرض على المشاركين فيها نمط من الممارسات، فحضرتك هتدور يا ترى هو بيتكلم عن إيه؟ لما تفرض عليها يبقى دي أسلوب حياة. عملية تسير نحو الأفضل وترتبط بحجم المجتمع، يبقى طالما بتسير نحو الأفضل وترتبط بحجم المجتمع يبقى يقصد الثقافة عملية متغيرة. تقتصر على الإنسان دون سواه من الكائنات، يبقى بيتكلم عن الثقافة عملية إنسانية. لما بيتكلم في نقطة تتضمن التنوع من السلوك الذي قد يصل إلى حد التناقض، يبقى متنوعة المضمون. يبقى رقم واحد أنت الأربع نقط اللي موجودة هتبدأ تحولهم. رقم اتنين السؤال نفسه كان يقصد بيه إيه؟ السؤال نفسه كان بيقصد بيه كلام في مكان يكون صح، نفس الكلام اللي في مكان تاني يكون غلط أو باطل، يعني ده معناه إن الكلام عندنا متنوع المضمون، الإيجابي في مجتمع قد يكون سلبي في مجتمع، ومتنوع المضمون مقصود بيها نقطة رقم أربعة تتضمن التنوع من السلوك الذي قد يصل للتناقض أحياناً. سؤال بيقول إن الشباب المصري لديه عوامل وامتيازات تساعده على التوجه نحو العمل الحر، حيث تمتلك مصر العديد من المجالات كالسياحة والصناعة والزراعة. يشير ذلك إلى أحد العوامل التي يعتمد عليها نسبة العمل الحر، وهي التكنولوجيا المتوفرة، مستوى النمو الاقتصادي، الديموغرافيا الاجتماعية، الفرص التي توفرها البيئة. الشباب المصري عنده عوامل وامتيازات بتساعده على التوجه نحو العمل الحر. مصر بتمتلك مجالات عديدة زي السياحة، زي الصناعة، زي الزراعة. المقصود بالقول السابق إن هو بيعتمد نسبة العمل الحر بتعتمد على هل التكنولوجيا، مستوى النمو الاقتصادي، الديموغرافيا الاجتماعية، والفرص اللي توفرها البيئة. طبعا المقصود نقطة رقم أربعة الفرص التي توفرها البيئة، لأن مصر بالفعل عندها مجالات سياحة، مجالات صناعة، مجالات زراعة. دي مش تكنولوجيا حديثة ولا نمو في الاقتصاد ولا ديموغرافية اجتماعية. تعالوا نروح على السؤال الآخر، بيقول المشكلات التي تواجه معظم الشباب هي كيفية الحصول على المال اللازم لبدء المشروع، فبعض الشباب يلجأ للاقتراض من الأقارب أو القيام بعمل إضافي أو البحث عن شريك أو مستثمر أو القروض الشخصية. تناقش العبارة السابقة إحدى عناصر التخطيط للعمل الحر، وهي إدارة التمويل، تحديد السوق، مسألة التمويل، تحديد الأولويات. سؤال واضح بس عاوز تركيز شوية. مشكلة الشباب عشان يعمل مشروع إزاي يجيب فلوس؟ في بيقترض من أقاربه أو بيعمل عمل إضافي عشان يقدر يجيب فلوس، أو يدور على شريك أو مستثمر، أو بياخد قرض شخصي من البنوك مثلا. يبقى هو كده بيتكلم في إدارة تمويل، تحديد سوق، مسألة تمويل، تحديد أولويات. واضحة أوي الجزئية أو العبارة إن هي بتناقش التمويل، هل في الإدارة ولا في مسألة التمويل؟ بالتأكيد هو بيتكلم عن مسألة التمويل. إزاي هبدأ أجيب فلوس؟ من خلال الفلوس والأموال اللي موجودة دي هقوم بعمل. هل من إدارة التمويل؟ لا، هي في الأساس في مسألة التمويل، يعني كيفية الحصول على الأموال منذ البداية عشان أقدر أقوم بعمل معين. أعزائي الطلاب، شكرا لحضراتكم، ويا رب نكون استفدنا، على وعد بلقاء كل أسبوع في نفس المواعيد إن شاء الله.
كونوا معانا ان شاء الله كل اسبوع، وباذن الله هنستكمل في علم النفس والاجتماع وحلقاته باذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم رضا عبد الرحيم عباس، خبير المواد الفلسفيه. شكرا والى اللقاء.